قريب الشعيب وبني ظبيان. اليمن مشهورة منذ القدم باستخدام الحجر وتطويعها للبناء، تمام؟ فاستخدموا أيضا النحت من قديم الزمان. الآن بيضاف إلى النحت هذا نحت روماني، نحت اللي هو الطراز الحديث، طراز روماني وأوروبي بشكل عام، بيكون فيها أيضا طابع أوروبي مع يمني. كل واحد عماره وكل زبون مع التشكيله في العماره حقه، ابيض اشتيها اشتيها اسود اشتيها احمر اي شيء، كل نقشه موجود معنا، كل شيء نهبله على طلبه، يعني ما بيه كل نفس العماره طلب واحد، كل شيء عمارها كل زبون وذا عمل له طلب، واحنا ندي له طلبه وينقش يسبر على ما يشتي هو. في مقاسات ليام صغيره، في مبرومات كبيره، في مبرومات حق التكاكين الكبار، في مبرومات فوق، في عقود بارزه، في اي تشكيله، فاحنا نقصها هذا المقاسات على حسب التشكيلات المطلوبه. أما الآن معانا في معانا مجال بوسائل الاستخراج الحديثة إنه يخرج لك كتل كبيرة تتراوح ما بين مترين إلى 3 متر في طولها وعرضها ومتر و20. الآن تستطيع تستخرج منها ونستخدمها في نقوش كبيرة اللي هي زي التيجان زي عمدان الكبيرة، هذا بتعطينا أشكال أفضل ومجال أفضل في النحت. نمط البناء في اليمن صار فيه تغيير الآن، في البداية كان عادي وقليل والنحت قليل، ما كان فيش في ما اهتموا بها الآن في الزخرفة والنحت والديكورات الخارجية كاملة. كان اول عمل صعب عندنا، يعني صعوبه ان احنا نوفر للزباين الكميه المطلوبه.
كان نتأخر في الطلبات مثلا من الآن بدل ما كان يعني يأخذ مننا العمل أسبوع الآن ننجز في خلال يومين أو يوم في يعني بعد ما جيتنا المكان الحديثة.